هاي، معكن عمرو شهاب. اليوم رح نحكي عن لعبة GTA San Andreas، كيف منجيب مود سيك سريع. منفوت عليها نلعب. منفوت من هاي. هيدا نفق، يعني حد قال بيت. وكمان رح نطلع لفوق، لأنه يمكن اللي فوق كمان يكون أحلى. طبعا هون في قنبلة بالزاوية، لما اطلع من الطابق الثاني بنجيبها. معي 99 قنبلة. بعتقد هيدا حلو. هات لنرجع نقلكم كيف ما نروح على البيت، مشان تحفظوا الطريق هيك ما تنسوها. طبعا هيدا الموتوسيكل اللي على طابق الاول. نجي من هالزعروبة منفوت فيها. بسم الله. نطلع بهالطلعة، نفوت لهون. وهيك بكون خلصت حلقتنا اليوم، وإن شاء الله تكونوا عرفتوا من وين بينجاب الموتوسيكل السريع.